يعني موقف الحكومة العراقية بالنهاية هي في ورطة ما بين الأمريكان والإسرائيليين والإيرانيين. الحكومة العراقية لا حول ولا قوة. الإسرائيليين يعرفون والأمريكان يعرفون بهذه الأمور. الفصائل لا تؤتمر، وأنا قلت عشرات المرات، لا تؤتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. وهنا السؤال، هنا السؤال سيد علي، ألا يدل حراك الفصائل اليوم وزيارة كوثراني والاجتماعات الأخيرة، ألا يدل على أن التهدئة المؤقتة بالفعل ما بين الفصائل والقوات الأمريكية حتى كانت بقرار إيراني ولم تكن بقرار عراقي كما زعمت الفصائل حينها؟ شوف، هي الأساس القرار الإيراني وليس القرار العراقي. القرار الإيراني هو الفيصل في التهدئة وليس القرار العراقي. يعني هذا احنا لازم نعرفها. يعني احنا لا، يعني احنا ما نقدر اليوم يعني مثل ما يقول ننحي إيران من ما تدور. لا، جميع القرارات وإن صدرت من، وإن حتى لو تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بخصوص الفصائل، إذا ما توافق عليها السياسة الإيرانية ما تنفذ. ما معناته الإيرانيين القرار إيراني حتى لو كانت غير إيرانية، ولكن يجب أن تصادق من قبل السياسة الإيرانية.